عام على اقتصام القصر، ما الذي تحقق من مطالب المعتصمين أمام القصر الجمهوري؟ هو يعني أعتقد أنه المسألة بتاعت اقتصام القصر دي هي واحدة من الحاجات المفترض يعني إذا ما شهدنا اليوم احتفال اليوم يعني بالضبط، يعني إذا تحدثنا عن ما تنقل الصحف وما تنقل وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية، أعتقد أنه في إشكال كبير يعني من التصريح الفات لمحمد سيد أحمد ما قبله من المسألة بتاعت الاتفاق الثنائي والترند غيره، إذا جينا نقراها بشكل عام مع بعض نربطها مع بعض، أنا أعتقد أنه يعني الصحافة يجب أن تعي دورها في مسألة المرحلة الحالية اللي احنا فيها، وده ممكن فيه تنظير كثير عن صحافة السلام، عن كيف تخاطب المراحل الهشة من تاريخ بلدك، وكيف تتعامل الصحافة في المراحل زي دي الشبيهة، في إنها كيف تحاول قدر الإمكان إنها تعلي من الروح الوطنية وتحاول تسوق البلد لمخرج، لأن الصحافة هي واحدة من الأدوات الأساسية في نقل البلد وتقويته وحفظ النسيج الاجتماعي. فإحنا في الصحافة شغالين زي هلال مريخ بنحمي أو بنعمل في المديدة حرقتني بالعبارة الدارجة الأخيرة. أرجع لسؤال المسألة بتاعت اعتصام القصر الجمهوري وماذا حقق اعتصام القصر الجمهوري، أنا أعتقد أنه اعتصام القصر الجمهوري أصلا الغرض منه والجهة صممته والجهة الأنفقت عليه والجهة اللي حاولت فتحت القصر الجمهوري للمعتصمين أنهم يدخلوا إلى داخل القصر وجابت بخيام وزارة الشؤون الاجتماعية ويعني أدتها للمعتصمين، هي كان غرضها حاجة واحدة، يعني هي إسقاط حكومة حمدوك وإسقاط وإخراج القوى الحرية والتغيير من الحكم، وبالتالي هي حققت ده، لكن ما طرح من 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 مطالب اللي هي كانت موضوعة قدام 8 مطالب كانت موضوعة في الاعتصام، أعتقد أنه لم يتحقق منها ولا واحد في اللي هي الجهة اللي استخدمت المجموعة دي، ويجب على المجموعة دي أن تراجع نفسها، ممكن منها من ابدى يعني اسفه ومنها من تحدث عن انه والله تصحيح المسار لم يعد تصحيح مسار، وكلنا بنشوف وبنشاهد التصريحات اللي وجدت. فاعتصام القصر الجمهوري اعتقد هو واحده من النقاط السوداء في تاريخ كل القوى السياسيه شاركت فيه، واللي هي اعتصام كان الغرض منه يعني عرقلة المسار الديمقراطي، بنحصد في نتائجه في عام، نحن اليوم بنحصد في نتائج كارثية للبلد، يمكن إذا رجعنا كان ممكن يتحقق خلال العام ده نجده الكثير. بحسب الخبر العدل المساواة فخورون باعتصام القصر، العدل المساواة لأنها يعني فخورة لأنها حلت حكومة حمدوك، والعدل المساواة نفسها كانت مشاركة في ذات الحكومة. كانت مشاركة في ذات هذه الحكومة. مفارقة غريبة. يعني ما هو ده السؤال، العدل والمساواة نفسها الآن بتحصد، يعني أكثر جهة أنا أعتقد إنها خسرت خلال العام الماضي هي حركة العدل والمساواة، لأن هي حركة كان ينظر لها بنظرة مختلفة في الشارع السوداني، باعتبارها حركة عندها كادر سياسي مؤهل قادر إنه يقوم بعمل سياسي، على اختلاف بقية الحركات الموقع على اتفاق سلام جوبا اللي هي حركات الدارفورية. فالحركة العدل والمساواة كان عندها مستقبل في انها تتحول اسرع لحزب سياسي وتقدر يعني تبني تحالفات داخل العملية المشهد السياسي وتسير الى الامام، لكن الان حركة العدل والمساواة يعني بمساهمتها في اعتصام القصر اعتقد انها هي خسرت كثير من المساحات الكامنة من الممكن تسير فيها الى الامام. ختاما وعلى عجالة، لماذا لم نشهد اليوم اي احتفال بمرور عام على اعتصام القصر؟ وهذا تساؤل وضعته الزميلة وجدان طلحة في صحيفة السوداني اليوم. لماذا لم يشهد؟ لأنه كل المناسبات حتى كانت فرح أو حزن، يعني نجد مثلا القيادة العامة ونجد أيضا استقلال السودان كلها أيام يحتفل الناس بها. أعتقد الإجابة واضحة، لأنه الجهات اللي نظمت اعتصام القصر هي جهات هي مقتنعة تماما إنه ما بيستحق إنه تحتفل بمرور عام عليه، ولا بيستحق إنه هو يعني قد يكون كثير من الجهات اللي نظمت اعتصام القصر الآن إذا حاولت تتحدث ليها عن إنه دوره في اعتصام القصر هي بتتبرأ من دوره في اعتصام القصر، يمكن ده حزب البعث السوداني وحتى محمد سيد احمد غيره من الجهات اللي ساهمت في اعتصام القصر، واعتقد انه حتى التصريح اللي طلعت به حركه العدل والمساواه بانها هي فخوره هو مجرد تصريح فقاعه الاعلاميه، هي نفس الشخص اللي قال المساله دي ما اعتقد انه هو مقتنع بتصريحه ولا هو فخور باعتصام القصر الجمهوري، وبالتالي هو مرحله كل القوى اللي شاركت فيها بتتمنى انها تنساها يعني.